Salut tout le monde, اليوم نكملو الدرس تاع الدرس السابق اللي هو le pluriel des noms en e. Les noms terminés par e au singulier forment leur pluriel en eux. Exemple, un lieu, des lieux. يعني الاسماء التي تنتهي بحرف eu في المفرد في الجمع سنضيف لها حرف x. مثال على ذلك un lieu, des lieux. Sauf, ما عدا bleu, aimeux, pneu, lieu. ما عدا الكلمات الأربعة هذه فإنها ستأخذ حرف S في الجمع. Bon, quel est راح يطرحوا السؤال يقولوا lieu هنا في الأول حطتها لنا X وفي المرة الثانية حطتها لنا تأخذ S. Bon, هنا dans le cas de lieu, tout dépend du sens. S'il s'agit de l'endroit, il prend un X au pluriel. S'il s'agit d'un poisson, il prend un S. يعني حسب المعنى في الجملة. إذا كان يقصد به المكان رايحين نحطو لها X. وإذا كان يقصد بها الأسماك رايحين نحطو لها S. عندكم هنا مثال. جيجل est un lieu touristique. يعني جيجل هي مكان سياحي. جيجل اي سكيكدا سون دي ليو توريستيك. اذا نهضروا على المكان وصفوا في سكيكدا وجيجل وما عباره عن اماكن سياحيه. دونك ليو هنايا راح تاخذ حرف اكس. المثال الثاني il a pêché دي ليو. هنا راكم تلاحظوا فيها الاس. لماذا؟ لانه اصطاد الاسماك. نروحوا للتمرين. Mets les noms suivants au pluriel. حول الكلمات التالية إلى الجمع. Un enjeu, des enjeux. تأخذ حرف X. Un enjeu معناها محور, un enjeu يعني القضية. Un moyeu, des moyeux. كما لاحظتوا, un دائما في الجمع تصبح des. بالنسبة لهذه الأسماء كلها تأخذ حرف X لأني ما حطيت لكمش من هذو الأربعة من الحالات الخاصة. دي موايو نضيف حرف X. موايو يعني محور المركز. أن ميليو الوسط. دي ميليو X. أن شوفو دي شوفو شعر. أن نوفو دي نوفو. النوفو يعني ان اغيير بوتي اللي هو بالعربيه الحفيد. ان فو النار. دي فو. ان اديو دي زاديو. ميرسي دو مافوار ايكوتي. ا لا بروشان.